فكا في ومؤخرا في بولندا تشارك في عملية مساعدة إنسانية للعراقيين الذين وجدوا مكان سليم في كردستان وللاجئين من المناطق العراقية الأخرى وبولندا ترسل مساعدة إنسانية واليوم تجي المساعدة الثانية حوالي 10 نتركز حاليا في المساعدة الإنسانية ولكن سنفكر إن شاء الله في توسيع هذه المساعدات لتشمل المساعدة في مجال آخر.